أهلا بكم متابعي قناة الملوك. عرضنا لكم في مقطع سابق الأنثى التي يكون عندها انحسار البيضة في بطنها وطريقة إخراج البيضة. في هذا المقطع سوف نعرض لكم كيف نعرف الأنثى التي يكون عندها انحسار، وما هي الأعراض، وما هي أسباب انحسار البيضة في بطن الأنثى. طبعا من أهم علامات الأنثى التي يكون عندها انحسار، كما تلاحظون هذه الأنثى تكون في أرضية القفص، لا تستطيع الحركة وتتنفس بسرعة. طبعا هذا يحصل فجأة، يعني تكون الأنثى نشيطة وفجأة يحصل عندها هذه الحالة، نلاحظها في أرضية القفص وترتعش ولا تستطيع أن تتحرك. ومن المهم جدا أن يكون عند هذه الأنثى بيض في العش، يعني يكون عندها بيض وتكون حركتها طبيعية وفجأة نلاحظها بهذا الشكل. طبعا من المؤكد أن يكون هذه الحالة حالة انحسار. طبعا للتأكد نقوم بمسك الأنثى ونفحص بطن الأنثى. نلاحظ أنه يوجد انتفاخ في أسفل بطن الأنثى، وطبعا وتكون الأنثى بصحة جيدة، يعني ليس عندها تسييف ولا إسهال ولا أي شيء. وهذا أكيد أن الأنثى عندها انحسار، فيجب أن نقوم بإخراج البيضة من بطن الأنثى مباشرة. طبعا كما تلاحظون الأنثى في أرضية القفص. طبعا من أسباب هذه الحالة هي عدم الحركة للطيور كثيرا. تكون البيضة بشكل معكوس، فلا تستطيع الأنثى إخراج البيضة. سبحان الله، مثل الولادة القيصرية في الإنسان، يكون الطفل في بطن الأم بشكل معكوس أو مقلوب، فلا تستطيع الأم إخراج الجنين. فضروري جدا أن يتم عملية قيصرية لإخراج الجنين. هذه نفس الحالة، تكون البيضة مقلوبة في بطن الأنثى، يكون الجهة المدبدبة أو الجهة الكبيرة من أسفل، فلا تستطيع الأنثى إخراجها. في هذه الحالة ضروري أن نساعد الأنثى ونقوم بعملية إخراج البيضة من بطنها مباشرة حتى لا تموت. حالة انحسار البيضة في الأنثى تكون في التربية الفردية. طبعا هذا ما لاحظته أنا من خلال تربيتي للطيور. تكون هذه الحالات في التربية الفردية، والسبب هو عدم حركة الأنثى بشكل كبير. طبعا الأنثى تأكل ولا تتحرك، فيسبب هذا الانحسار. وتكون يعني بنسبة 99% في التربية الفردية. بعض الأشخاص يقولون أنه بسبب نقص الكالسيوم، وهذا غير صحيح. الكالسيوم ليس له أي علاقة بهذا الموضوع. العلاقة هي علاقة بيضة مقلوبة في بطن الأنثى بسبب الحركة. ألاحظ عندي في التربية الجماعية لا تحصل هذه الحالة، تحصل بعض الحالات. مرة حصلت حالة انكسار البيضة في بطن الأنثى، ولكن حالات انحسار البيضة لا تحصل إلا في التربية الفردية بشكل كبير جدا. هذا ما لاحظته عندي في التربية، في تربية الطيور. وشكرا لكم.